بهذا الهدف الذي جاء مبكرا، هدف لمصلحة الوفاق وفرحة كبيرة لدى أنصار الوفاق وأيضا عناصر الوفاق بالهدف الذي جاء مبكرا، نقدر نقول لم يكن منتظر. إذن جحليط هو الذي وقع الهدف بطريقة رائعة جدا، يتمكن من توقيع الهدف الأول. جحليط أكرم يتمكن من توقيع من جورميا هاي المتابعة، يتمكن شكرا للزملاء التقنيين والمخرج عزيز الشلاح. هدف سيعطي للمباراة وجه آخر، الكرات العرضية والجانبية أتت بهدف لمصلحة الوفاق الذي هيئ الكثير من الكرات، هذه المرة استغلها جحليط الذي الوفاق والهدف وهدف التعادل من يبدو لي من غازي هو الذي عدل النتيجة. بالفعل غازي كريم يتمكن من مباغتة الحارس خضيرية بتشديدة قوية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة العمليات، ولا أقوى من هذه التشديدة. السيناريو لم يكن منتظر في هذه المباراة القوية التي انتظرها الجمهور الرياضي الكبير، وأثيرت الكثير من الجدل في الإعلام في الصحف المتخصصة في الصحافة الإعلامية الرياضية. إذا نقدر نقول مباراة تفي بوعدها لحد الآن بعد مرور ربع ساعة فقط من المرحلة الأولى، النتيجة متعادلة وبئية نتيجة، هدف لهدف. غازي كريم يرد على جحليط بتشديدة قوية مباغتة تباغت خضيرية والدفاع الوفاق ويعدل النتيجة وتبعث المباراة للشوشي. خطأ من فوزي شوشي والهدف الثاني للمولودية. لا 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 لا، ماذا يحدث في ملعب الثامن ماي؟ هذه الأمسية، هذه هي مباريات الكبار، هكذا تكون مباريات الكبار. وهذا الحارس الكبير أخطأ كثيرا، ارتكب خطأ فادحا فوزي شوشي، خطأ لا يرتكب من قبل حارس مبتدئ، فما بالك بفوزي شوشي الحارس الدولي. لا 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 لا، ماذا فعلت يا شوشي؟ منحت للوفاق الهدف الثاني، هدف ثاني للوفاق بعد أقل من 20 دقيقة، النتيجة هي هدفين لهدف واحد للوفاق. لا 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 لا، كيف سيكون ما تبقى الوقت المتبقي من الشوط الأول في انتظار الشوط الثاني؟ مزيد هل كنت تنتظر هذا السيناريو؟ ما كناش ننتظر سيناريو خي، كنت تكون مقابلة مغلقة، ولكن رانا في ربع ساعة ولا 18